في إطار جهود تعزيز الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديا، وقع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله بمقر البنك على ميثاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. يهدف هذا التوقيع إلى زيادة إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها المرأة ورائدات الأعمال في مصر، وتقديم الدعم الفني اللازم لهن. أوضح محافظ البنك المركزي أن المبادرة تتوافق مع رؤية الدولة في تعزيز الشمول المالي للمرأة وجهود البنك المركزي المصري لإتاحة المزيد من الفرص التمويلية لرائدات الأعمال والسيدات، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. في أسواق البترول العالمية، استقرت أسعار النفط لتظل قرب أعلى مستوياتها في شهرين، مدفوعة بتوقعات بزيادة الطلب على الوقود في موسم السفر الصيني، احتمال لخفض أسعار الفائدة الأمريكية. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت ارتفاعا طفيفا بنسبة 2% لتسجل 86.80 دولار للبرميل. بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، فقد وصلت قيمته إلى 0.1% ليسجل ما قيمته 83.51 دولار للبرميل. قفزت أسعار المازوت عالميا بنسبة 24% لتصل إلى 2.51 دولار للتر. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بما نسبته 30% لتسجل 2.72 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 1 مليار دولار أمريكي من أجل دعم قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في النيجر على مدى 12 عام عبر المؤسسات الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك لتمويل أشد دول العالم فقرا. أوضح البنك أن هذا المشروع يتضمن تنمية الثروة الحيوانية والزراعة في النيجر على 3 مراحل، مضيفا أن المرحلة الأولى من هذا المشروع ستستمر حتى عام 2029، وستحظى بتمويل يصل إلى 350 مليون دولار، وستركز على اعتماد التكنولوجيا الذكية مناخيا وتحسين نظم الري وتعزيز الممارسات الزراعية والحيوانية الجيدة.